إلى الجوف، حيث أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على أجزاء واسعة من معسكر اللبنات الواقع في مديرية خب والشعف شرق مدينة الحزم عقب عملية خاطفة أطلقتها فجر الأربعاء بإسناد من طيران التحالف العربي. وذكرت المصادر لمراسلي من شباب أن المواقع المحررة شملت بقشع والبرش والجدافر وجبل منصور وسط فرار لميليشيا الحوثي باتجاه جبال اللود. وأشارت المصادر إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وشهدت أكثر من 30 جثة متناثرة في مواقع القتال، فيما أسر آخرون. بالعودة إلى التطورات الميدانية في محافظة الجوف، ينضم معنا يحيى القمع مدير مكتب إعلام الجوف. سيد القمع أهلا بك، يعني عملية خاطفة نفذها الجيش الوطني صباح اليوم، حدثنا عن أهم تفاصيلها. أولا كان هناك اليوم هجوم من قبل أبطال الجيش الوطني على مواقع عدة في شرق مديرية الحزم، وبالتحديد في مناطق لقشع وفي البرش والجدافر، والأهم من هذا كله معسكر البنات الذي تمت السيطرة عليه. والاشتباكات الآن حول قرية المسافة، كانت هناك أكثر من 30 إلى 35 جثة متناثرات على الأرض للميليشيات، عشرات الأسرى والجرحى، انهيارات مدوية في صفوف العدو، ونسأل الله التوفيق. نعم، دور التحالف في المعارك. دور التحالف مهم جدا، وكان حول الإمدادات والتعديلات للميليشيات، مقصف أكثر من تعديلات للميليشيات من جهة مديرية الحزم المدينة، وكان هناك دعم لوجستي، والتحالف دائما سباق في هذا الجانب. نعم، هنالك أنباء تتحدث عن سقوط أسرى من ميليشيا الحوثي في قبضتكم، هل لك أن تؤكد لنا هذه الأنباء؟ نعم، يوجد هناك أسرى بس الأعداد ليست موجودة عندي، وهناك أسرى وهناك جرحى. نعم، شكرا لك يحيى القمع مدير مكتب إعلام الجوف.